البالمارس. اليوم تخلى علينا شهر نوفمبر، إن شاء الله مرة ومنه كان الباهي. وفي شهر نوفمبر نتفكر البشير المنوبي اللي غادرنا في 24 نوفمبر 2005. من مواليد 1930، البشير المنوبي امتهن التصوير وقام بتغطية 12 دورة أولمبية و10 دورات نهائية لكأس العالم، 10 دورات نهائية لكأس الأمم الإفريقية و11 دورة متوسطية، بالإضافة لخمسة دورات نهائية لكأس العالم لكرة اليد ومجموعة من التظاهرات الأخرى. بدايته كانت كملاكم وتألق وتوج بلقب بطل تونس عام 1958، ثم غرمه بالتصوير الفوتوغرافي خلاه يبدأ مشوار النجاح اللي حقه بأول تظاهرة يصورها في حياته، وكانت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. أكثر حاجة تميز بها البشير واختف بها الأضواء هي قبعة السامبريرو اللي ما فرقتوش من اللي قام بتغطية أولمبياد 1968 في المكسيك، ومن وقتها هو يعلق فيها ملصقات وصور كان ياخذها في مختلف زياراته للدول اللي غطي أحداثها. حتى لبسته كان ديما يزينها بمئات الشعارات والبطاقات وصور تذكارية، وما فرقتوش إلا مرة وحيدة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1998 لأسباب أمنية حسب ما قالوا المنظمين. آخر حدث غطاه البشير كانت المباراة المؤهلة لنهائية مونديال ألمانيا 2006 في 6 أكتوبر 2005، واللي جمعت بين تونس والمغرب أقبل بشهر من اللي غادر الحياة. البشير فارقنا صحيح، لكن خلى حسني ولده اللي ورث من بوه نفس المحبة ونفس الغرام. حسني اللي واصل مشوار والده وحقق لعائلته الرقم القياسي في تغطية كل التظاهرات العالمية من كؤوس إفريقية وعالمية وألعاب أولمبية. ربي يوفقك يا حسني ويرحم الوالد. البالماريس.